مرحبا، اليوم رح نتابع معكم بالقسم الثالث من اليونت الأولى المستوى الأول. قاعدة بتقول برسي نرسي، لما بنكون بدنا نسأل على اسم مكان ما بنقول برسي نرسي أو شرسي نرسي أو أرسي نرسي. برسي نفسها أداة الإشارة أو اسم الإشارة اللي حكينا عنها البو شو والأو، بس هون بطريقة إنه سؤال عن المكان. بورس، شرس، وأورس. نرسي هي أداة السؤال عن المكان، وبورس هن أسماء الإشارة للأماكن. أمثلة: بورس نرسي، ما هذا المكان؟ بورس إذ هذا منزل. شرس نرسي، ما ذلك المكان؟ شرس بهجة، ذلك المكان حديقة بهجة. أرس نرسي، المكان البعيد اللي هنيك شو هو؟ أرس سكك، هناك شارك. برس أنقرة م، هل هنا أنقرة؟ إذت برس أنقرة، نعم هنا أنقرة. هير برس أنقرة ديل إسطنبول، لا هنا ليس أنقرة، هنا اسطنبول. شرس ازمير من، يعني هل هنا ازمير؟ اذت شرس ازمير، هنا ازمير. هير بورصة، يعني هون مو ازمير، هون بورصة. تمرين: aşağıdaki resimlere bakalım. eserleri tahmin edelim، يعني نطلع على الصور الموجودة في الأسفل ونخمن ايش هنن الاثار. مثلا بورس ايا صوفيا، هنا ايا صوفيا. بورس بيوك في تشوك جوزال، يعني نحن بدنا نكتب اسم الاثر، يعني اسم المكان، ونكتب مثلا صفه او صفتين عنه. هون مثلا ايلين انه بورس بيوك في تشوك جوزال، هنا جميل جدا وكبير. مثلا هون بورس ايفل كوليسي، هون برج إيفل. نقدر نقول برس يوكسك و كالابالك، يعني هون مرتفع ومزدحم. يوكسك مرتفع، كالابالك مزدحم. هون جسر لندن، برس لندرا لندن. برسي ساكن و جوزال، يعني هون جميل وهادئ. الأهرامات: برسي مصر بيراميدلري، بيراميدلر الأهرامات. برسي إسكي، هون مكان قديم. و يوكسك مرتفع. نص الدين لما رح أشرح لكم عنه، ونحن بنبعت المقطع الصوتي وانتو بتحلوه. Metni dinleyelim. Linestem'e inanmaz. Boşlukları durduralım. Önemli farkat. Nas an el kapalı çarşı. Yani sukul muğlak. Ferah neresi? Ma hada? Burası kapalı çarşı. Yani hon sukul muğlak. Şunlar ferah. Onlar turist. Turist saih. Kapalı çarşı büyük. Ferah yani السوق المغلق كبير. فراغ برس بيو كبير تشارش، هنا سوق كبير. شرس كافيه مي، هل هذا مقهى؟ هير أرس كافيه فراغ مازا. كافيه ليس مقهى، مازا يعني دكان.
bakalım nesneleri yazalım. Nesneleri eşya. Yani طلع على الرسم ونكتب الأشياء الموجودة فيه. هون حاطين مثال. Burası ev. Şurası salon. Bu koltuk. Yani عم يقولوا لنا هذا منزل وهون الصالون وفي بقلبه ديوانة مثلا. أعطيكم مثال ثاني. مثلا burası كمان بنبلش بكلمة burası ev دائما بهذا التمرين. مثلا شرسي مطفق مطفق مطبخ مثلا بو أجاك أجاك يعني الغاز الفرن والباقي الجمل انتو رح تكتبوها وتبعتوا لنا اياها كونشما المحادثة صرف مزا بقلم لننظر إلى صفنا أشهدكي جيبي سرولار يزلم ونكتب مثل الأسئلة التي في الأسفل أركداشتر مزا سرلم كمان حاولوا أنه تبعتوا لنا مقطع صوتي يكون فيه هاي المحادثة ورسا أكلمو هل هنا مدرسة بو كلمي هل هذا قلم بو كيم من هذا صنف بيوك مو هذا الصف كبير وهيك في عنا هون هذا المقطع الصغير صنف ديلي يعني اللغة المستخدمة في الصف مقدا أفدرسنز أفدرسنز يعني عفوا أو مثلا لو سمحت أوليتمان إيفيت مقدا مقدا سرو ندمك ماذا يعني هذا السؤال؟ أوريتمان بان سرو سوريوروب أنا بسأل سؤال سان جواب فيريورسون وإنتي بتجاوب مقدا أزغنم أمم يورم أزغنم أسفة أمم يورم لا أفهم أوريتمان تمام تمام سرو سنين أدن ن السؤال ما هو اسمك؟ جواب بنم أدن مقدا أنا اسمي مقدا مقدا تمام anladım teşekkürler تمام فهمت شكرا وهيك بتكون في عنا هاي الصفحة بقيت هاي الصفحة رح تكون وظيفة رح أشرح لكم عن الأسئلة الموجودة فيها وأنتوا بتحلوها وبتصوروا لنا إياها نيلار أورينديك يعني ماذا تعلمنا من هذه الوحدة السؤال الأول أشهدكي جملة لري إيش لاشتري يعني لنوصل الجمل التي في الأسفل عنا نصلس ونريس وقرشرز ني إيش يابيورسون هاي جديدة يعني ماذا تعمل مرحبا مرحبا كل وحدة رح نوصلها مع الجواب المناسب لألا السؤال الثاني دورو سيكيني إشارة ليلم إشارة ليلم لنشير دورو سيكيني يعني إلى الاختيار المناسب هون فراغ أحمد وعنا لالة بتقول له إيم تشكر إدرم بحسب جواب لالة رح يكون السؤال الاختيار من هدول هو السؤال سيركان أدنزني كمان الجواب رح يكون من هدول الاختيارات إرم ممنون أولدوم الجواب كمان رح يكون واحد من هدول الاختيارات أوزجان بنيم أدم أوزجان سنين أدن ني الجواب رح يكون واحد من هدول الاختيارات أوزجان ممنون أولدوم كمان الجواب رح يكون واحد من الاختيارات هذا بالنسبة للفراغ الأول مثلا وهذا للفراغ الثاني رح يكون إلكارت نصلصن فراغ بان دائيم تشكر ادرم هاي بالنسبة للسؤال الثاني السؤال الثالث أشهدكي كلمة لري تشول يبل يعني نخلي الكلمات التي في الأسفل جمع مصا صندالية أورينجي ساعت سيلجي أكل كلم فازو أوريتمان كتاب سوزلوك صنف
diye koyalım. Yani اذا كان الجواب صحيح doğru. Yani صحيح بنحط د بين قوسين. واذا كان الجواب خاطئ يعني yanlış بنحط ي بين قوسين. Bu ne? Bu öğretmen. Saat L. Uç kalem L. Burası okul. Bu sınıf mu? Bunlar kitap. Nasılsın? Fransalıyım. Bu kim? Bu Ali. Şunlar masalar. Mümkün يكون الغلط ya ama بطريقة المحادثة ya ama بوحدة من القواعد. اللي جنبه. Ülkeleri yazalım. لنكتب البلدان. مثلا هون عندنا حروف مخربطة الجواب هو تركيا واللي باقي نفس الشيء. سؤال السادس نرده ne zaman ne söylüyoruz işaretleyelim. Nerede أين ne zaman متى ne söylüyoruz ماذا نقول işaretleyelim لنشير. عندنا لوكانتا يعني المطعم شو بنقول بالمطعم يا أما afiyet olsun أو geçmiş olsun أو görüşürüz. Gece, بالليل, günaydın, tebrikler, iyi geceler. Hastane, güle güle, geçmiş olsun, bol şanslar. Hastane meşhur. Doğum günü, mutlu yıllar, afiyet olsun, geçmiş olsun. Doğum günü, حكينا إنه عيد الميلاد. راح نختار الإجابة الصحيحة. هلا الكلمه الاستسي اللي موجوده هون عندنا كل الكلمات اللي مروا معنا بالوحده الاولى تعلم طريقه قراءتهم ويفضل انتم تختاروا 10 كلمات من هدول وتبعثوا لي اياهم بمقطع صوتي كيف عم تلفظهم قد اج اكشام الكول المانيا انيلر جنو عربا اركاداش افوكات Avusturya, az, baba, bahçe, balık, banka, bardak, bay, bayan, bayram, bebek, bey. Bilet, bilgi sayar, bulaşık, bürü. Büyük, cami, cevap, cetvel, ceviz, çamaşır, çanta, çarşı, çay, çiçek, çin, çocuk, çok. Defter, deniz, ders. Doğum günü, doktor, dolap, düğün, eczane, ekmek, elbise, elma, erkek, ev, fare, fındık, fırça, film, Fransa, futbolcu. Garson, göz. Gül, güzel, hal, halı, hanım, hastalık, havuç, hayal, hemşire, hiç, ıspanak, ızgara, ideal, inek, İngiltere, insan, İspanya, iş, İtalya, Japonya, jeton, jilet, kadın, kafe, kahve, kalabalık, kalem, kalp, kapı, kedi, kız, kira, kişi, kitap, koltuk, kore, köpek, koy, kuş, kutu, kütüphane, lale, limon, lokanta, lütfen, mağaza, makas, masa,
Merdivan. Meşgul. Metro. Millet. Misal. Mühendis. Nar. Nijerya. Numara. Oda. Orman. Otel. Otobüs. Öğrenci. Öğretmen. Ördek. Paket. Para. Pardösü. Park. Patates. Pencere. Petrol. Piyano. Polis. Portakal. Postacı. Radyo. Resim. Rol. Roman. Rusya. Saat. Sabah. Salon. Sandalye. Sembol. Siyahat. Sıra. Silgi. Sokak. Soru. Sorun. Sözlük. Suriye. Şarkıcı. Şemsiye. Şişe. Tahta. Tavuk. Telefon. Temiz. Top. Turist. Türkiye. Uçak. Uçurtma. Üzüm. Vagon. Vazo. Yabancı. Yemek. Yeni yıl. Yıldız. Yüzük. Zeytin. Zürafa. Fiiller, lafa'alli taallemnahun. Lühde l-ula hennin. Etmek. Gelmek. Görüşmek. Olmak. Kalp ifadeler, yani cümel ta'biriye av cümel müstakdeme. Affedersiniz. Afiyet olsun. Bol şanslar. Çok yaşa. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Güle güle. Günaydın. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoşça kal. Lütfen. Merhaba. Özür dilerim. Rica ederim. Tamam. Tebrikler. Üzgünüm. هيك بتكون خلصت الوحدة الأولى من المستوى الأول بكتاب الأبيض. إذا في عندكم أي أسئلة أو أي استفسار نحن جاهزين لنرد عليها بأي وقت.